مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر سكايب الناشط الحقوقي توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة إسام. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أستاذ عبد الله وبجميع مشاهدي قناة بلقيس ومشاهدي خاصة برنامج لست وحدك. شكرا جزيلا لك. نتابع كل يوم استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع في استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا. شاهدنا قبل قليل قصة طفلة أصيبت في استهداف مدرستها، وهي في الواقع ليست يعني القصة اليتيمة، فقد عرضنا في برنامجنا أكثر من قصة لضحايا قصف أحياء سكنية واستهداف مدنيين سواء في عدن أو مأرب أو تعز. كيف ضمن القانون الدولي حماية السكان المدنيين من أثار الحروب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم وجميع المشاهدين، الحرب كلمة تتكون من ثلاثة أحرف، إلا أنها للأسف الشديد تحمل في طياتها كثير من الألم، كثير من المعاناة، كثير من القتل، كثير من الخراب، ويروح ويذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الفئة الأضعف في أتون هذه المحرقة الكبرى، خاصة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقات. ويحاول الإنسان الذي يشعل الحرب أن يتمرد على كافة القيود والاتفاقيات، بل والإنسانية بالدرجة الأولى. صحيح. أخي الكريم، العالم شهد حربين عالميين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وشهد معها مآسي إنسانية تشيب لها الولدان، ولذلك حاول العالم أن يصل إلى اتفاقية تحاول أن تخفف من هذه المآسي وتوفر نوعا من الحماية للمدنيين بشكل خاص. هنالك اتفاقية على المستوى الدولي من أشهر الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين، الاتفاقية الأولى كانت اتفاقية لاهاي، وهذه الاتفاقية أخي الكريم بيّنت أو نصت على مجموعة من المبادئ التي يجب الالتزام بها وأن يتقيد بها الأطراف. هذه المبادئ نذكرها على سبيل السرعة: تقييد حرمة مهاجمة الأشخاص، أي كان هذا الأشخاص المدني لا يجوز الحفاظ على كرامته، تقييد مهاجمة الأماكن العامة. الأمر الثاني تقييد استخدام السلاح الناري، إذا كان هذا السلاح سيؤدي إلى ضرر كبير وتدمير فظيع ولا ينجو منه هذا، يجب أن يحيد. الأمر الثاني القوة المفرطة للسلاح، يسموها القوة المفرطة. ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية جنيف الشهيرة، اتفاقية الأربع، حتى نصت على مجموعة من المبادئ الأربع. المبدأ الأول كان مبدأ الإنسانية، بمعنى أن جميع الأعمال مهما كانت يجب أن تصب بالدرجة الأولى لصالح الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان هو بالدرجة الأولى، بحيث لو نشبت الحرب وهي خارج أحيانا النطاق يجب أن يكون الإنسان عنصر أساسي من حيث تقليل القاتل، تقليل الدمار إلى غير ذلك. الأمر الثاني، المبدأ الثاني اللي نصت عليه الاتفاقية كانت اتفاقية الضرورة العسكرية، طبعا وهذه أثير حولها لغط كبير، لأن كثير اليوم للأسف الشديد يتم استخدام هذا المبدأ لتبرير الأفعال التي ترتكب حق المدنيين. الاتفاقية كانت واضحة أنه يجب استخدام الضرورة العسكرية في حالة كسر قوة الخصم وتحقيق هدف عسكري وتجنيب الضحايا قدر الإمكان. الأمر الثاني حماية الأشخاص من الجرحى إلى غير ذلك، أيضا صيانة حرمة الإنسان، فلا يجوز قتل هذا الإنسان أو انتهاك هذا الإنسان أو تحقير هذا الإنسان أو محاكمة هذا الإنسان حتى محاكمة غير عادلة. ثم بعد ذلك عدم التمييز، وأخيرا الأمن، أي عدم المساس بهذا الشخص مهما كانت. الشريعة الإسلامية أستاذي الكريم جاءت أيضا تصب في هذا الاتفاق، حرمت القاتل، حرمت التدمير، حرمت أيضا الغدر، حتى القتل بالغدر والخيانة إلى غير ذلك. وحماية الممتلكات العامة، وكان نص النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في هذا الأمر: لا تقلعوا شجرة، لا تهدموا بيتا، إلى غير ذلك. ونص في حديث آخر: لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبرا، ولا يقتل أسير. إذن أستاذ توفيق، لدينا منظومات وليست منظومة واحدة من التشريعات سواء الدينية أو التشريعات الدولية التي تنص على حماية المدنيين وتشدد على، إذا جزمنا التعبير، أخلاقيات الحروب. ما هي الضمانات التي يمكن بواسطتها الضغط على مثل هكذا ميليشيا للالتزام بهذه المواثيق وهذه الشرائع أيضا الدينية؟
أستاذ الكريم، بالدرجة الأساسية، الدرجة الأولى، الضاغط الأول هو الجانب الضمير وجانب الإنسان. الإنسان خاص الميليشيا والدول التي تتحلل من القيم والجانب الضمير والجانب الأخلاقي ترتكب ثم تحاول أن تخلق مبررات. نحن الحرب اليوم في اليمن تحت شعار ديني للأسف الشديد، صحيح. والدين الإسلامي المفروض يكون أكثر الناس التزاميا بأخلاقية هذا الدين. ثم تأتي بالدرجة الثانية هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت بالأساس في 45 من أجل إحلال السلام العالمي وتخفيف معاناة الناس ومنع الحروب التي تنشأ في الكرة الأرضية. وبالتالي هذه الأمم المتحدة عملت منذ ذلك الوقت على إنشاء سلسلة من المعاهدات الدولية من أجل التخفيف، خاصة ما يتعلق بالطرف الأضعف، جانب الطفولة، جانب المرأة إلى غير ذلك. نحن أمام قضية، في قضية الطفولة أمامنا، حتى اتفاقية جنيف أعطت بند خاص للأشخاص الذين تتوفر لهم حماية كبرى في أثناء النزاعات المسلحة ومنهم الطفل. تصور أخي الكريم، هذا يقودنا، هذا يقودنا أستاذ الحديث عن حق الحماية الدولية. هل لك أن تشرح أكثر عن هذا المفهوم؟ سأشرح، لكن أريد أن أبين أنه في هذا الأمر، حتى ولذلك الأمم المتحدة أصبحت ملزمة وأنشأت مجموعة من الاتفاقيات لهذا الضرر. ثم جاءت أخيرا اتفاقية روما. اتفاقية روما أخي الكريم واضحة بوجوب محاربة يعني محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أفعال إجرامية جسيمة بموجب الاتفاقية الدولية، ومنها الحرب ضد الإنسانية التي يعني تشمل بالدرجة الأولى يعني عدم الالتزام باتفاقية جنيف، منها القتل، منها الضرب العشوائي للمدن، منها حصار المدن. وبالتالي نحن في اليمن أمام تستطيع أن تقول سلسلة من الجرائم الدولية التي يجب المجتمع الدولي أن يضغط في اتجاه تقديم مرتكبيها إلى القضاء الدولي. القضاء الدولي لو كان جاد، أنا أعتقد ستقف كثير من معاناة اليمنيين. في سراييفو رأينا كثير من مجرمي الحرب ذهبوا إلى المحكمة الدولية، في أوغندا، في الآن في المغرب سابقا، الآن موجود في على مستوى لبنان. لكن يبدو أن الجهود الدولية منصبة حاليا نحو تسوية سياسية ما، يتخوف الكثير من أن هذه التسوية قد تهدر الحقوق الخاصة بهؤلاء الضحايا المدنيين. الأمم المتحدة بشكل عام والمنظمات الدولية بشكل خاص لا تعترف بأي تسوية سياسية، لأن قضايا الحروب والجرائم التي ترتكب لا تسقط بالتقادم. محكمة العدل الدولية مفتوح بابها، محكمة لاي مفتوح بابها، القضاء الخاص في مجموعة من الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها بمحاكمة مجرمي الحرب مفتوح الباب. يجب أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية، ويجب أن تتوفر إرادة أيضا مدنية من المنظمة الحقوقية والناشطين الحقوقيين بألا يفلت المجرمون من العقاب. وبالتالي هل يستطيع الأفراد هل يستطيع الأفراد نعم يعني رفع هناك مكاتب وشركات متخصصة في محاكمة مجرمي الحرب موجودة في بريطانيا، موجودة في ألمانيا. رأينا كثير من الدعاوي التي رفعت ضد مرتكبي الحرب في غزة من يعني أركان جيش العدو الإسرائيلي. رأينا في فرنسا رفعت دعاوي ضد وزير الداخلية المصري. رأينا إلى اليوم بعض المسؤولين لا يستطيعون دخول الدول الأوروبية، بمعنى لا يسقط حق وراءه مطالب. وبالتالي هذا الأمر يجب، إذا سقطت سياسيا يجب أن لا يسقط أخلاقيا ولا يسقط قانونيا. الأمر الذي أشرت إليه في قضية واجب الحماية المدنية، أنا أعتقد أنه القوانين الاتفاقية الدولية نصت بكل وضوح، وخاصة الفئات التي يجب حمايتها بالدرجة الأساسية، وأعطت الطفولة الحق بالدرجة الأولى، وألزمت ميثاق الأمم المتحدة في حالة الضرورة أن تتدخل بقوة حفظ السلام لحماية هؤلاء المدنيين. وبالتالي يجب حتى في حالة الحرب ألا يحرم الطفل من التعليم، ويجب أن توفر له ممرات آمنة، ويجب أن يكون هنالك مناطق حيادية يجب أن يتفق عليها الأطراف تجنب ويلات القصف، أيضا المستشفيات، الأمهات، الحوامل إلى غير ذلك. أمامنا منظومة إنسانية متكاملة أخي الكريم. ما يحدث في اليمن هو للأسف الشديد، أنا أستطيع أن أقول هو سقوط أخلاقي بالدرجة الأولى. هناك انتكاء في هذه المنظومة، يعني مؤخرا سمعنا أن هناك مطالبات أوروبية فقط بنقل حيوانات حديقة حيوانات تعز إلى جيبوتي، مع يعني شديد ألمنا لما تعرضت له كل الكائنات، لكن البشر أولى يعني بمثل هذا الاهتمام. نعم
نعم للأسف الشديد، وهذا يعطيك كما ذكرت أخي الانتقائية، وأيضا أنا أستطيع أن أقول من يهون يسهل الهوان عليه، نحن لم نضغط بقوة في قصور سياسي في هذا الجانب، الأصل الملف الحقوقي في الكويت يكون هو المدخل الأساسي، لا حوار حقيقي بدون إطلاق معتقلين، لا حوار حقيقي بدون وقف القصف عن المدنيين، صاحب لا وقف، الأسلحة. وبالتالي الملف الحقوقي هو الركيزة. أنا أعتقد أن الناس ربما يتمردون عن أي حل سياسي إذا لم يكن هنالك حل حقوقي منصف لهؤلاء الناس الذين تدمر بيوتهم، يقتل أطفالهم، يحرموا من التعليم، يحرمون من الطعام. نحن أمام منظومة حقوقية للأسف الشديد أهملت حتى في المفاوضات السياسية، لا ندري لماذا. أنا أدعو الحكومة اليمنية من على هذا المنبر أن تجعل الملف الحقوقي ذو أولوية، ليس لا أمر متعلق بالمعتقلين السياسيين بل بكل المعتقلين الذين يصلون إلى 8000، إضافة إلى وقف الهجمات على كافة المدن اليمنية. نعم. ليس لتعز فقط، على كافة المدن اليمنية، لينعم اليمنيون بقليل من الأمن، بقليل من الطمأنينة، بقليل من الاستقرار. ونحن نضم أصواتنا إلى صوتك أيضا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام، كنت معنا عبر سكايب من مدينة فيينا، شكرا جزيلا لك. لم يعد بإمكان الدول حجب الحقيقة فضلا عن قدرة ميليشيا وإن كانت تستخدم إمكانات دولة. وسائل الاتصال وتقنيات العصر الحديث تساعد العالم اليوم على كشف الحقيقة وتوثيقها، وستساعده أيضا على الانتصاف للضحايا، ولا بد أن يشهد التاريخ عدالة تنتصف للضحايا من ميليشيا قاتلت متجردة من أخلاق الحروب. مشاهدينا الكرام، قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. سارة عبد الحكيم، تم الرصد، في أمان الله.